المدرب الجيد لازم يحتفظ بعلاقة الصراحة والوضوح والاحترام بينه وبين لعيبته والثقة القوية جدا. والثقة دي بتيجي أهم حاجة إن اللاعبين في التدريب بتاعهم هم بيحسوا بشعورهم من اللاعب ده مجيد فعلا يعني، وخاصة لما يكون عنده الخبرة الكافية. فلما تتجاوزه في الاختيار يبقى أنت مخطئ في نظرهم يعني، ما أدوي زي بالبلدي كده عينك تتكسر ما تقدرش تبص لهم لأنك أنت حاسس إن أنت ارتكبت غلط. كذلك المدرب نفسه لازم يصرح لعيبته وإن هو أخطأ زيهم يعني، برضو اليوم الحلو واليوم الوحش اللي على الاثنين. أنت ممكن تغلط يا كابتن ده كتير، وإنما وأنا ما أقدرش أمسك الورقة والقلم أو سبورة وأتكلم كده بعد المباراة وأقول والله أنتوا ما نفذتوش ومن الحاجات دي يعني، لأن لازم أتدارك كويس أوي إن أنا برضو في مقدمة الأولويات إن أنا أسأل التقدير في تقدير الخصم وعملت خطة في بداية المباراة كلفتنا تعديلات في نهايتها، وبالتالي لازم برضو اعتراف بسيط انه فعلا ان دي لان دي اسره واحده متكامله انا بعتبرها كده. ممكن تعترف لعيبه ان انت اخطات؟ اه ده كتير كتير ان انا اخطات في كذا، انما انتوا بقى اخطاتوا في كذا وكذا وكذا وكذا. فدي بتدي صوره واقعيه عن ان دايما انا الصح وهم غير منفذين، لان لو كان الكلام على حريته وده غير مطلوب طبعا في القيادات، انما المهم ان هو يقف اللاعب يقول طب ما انت اخطات في التغيير وتأخرت في التغيير وأخطأت في التشكيل ونخش في مداولات تسمحش، دي غير مسموح بيها. إنما المدرب الواعي لازم يدي نقطة صغيرة في إن فعلا كان غرضه في المباراة إنه يبدأ بطريقة فلانية كذا كذا كذا، يمكن أنا أسأت التقدير فيها، إنما أنتوا كان واجب إنك تعملوا 1 2 3 4. طبعا العملية دي مش مفاجأة، لما تعمل انت الاسبوع التدريبي او التمهيد للتدريب بتحط فيه كل الملابسات وتسمح بكل المناقشات بحيث ان يبقى الاقتناع متكامل بفكرك ما يبقاش مفاجئ ليهم. اذا العمليه دلوقتي مسؤوليه لاعب في الملعب، يبقى في الاخر انت كنت مقتنع، ما ليه ما تناقشناش من الاول في النقط دي؟ وانت فاكر يمكن مباراه انجلترا فتحناها كمناقشه لان كان في بعض الصعوبات في الضربات الثابته وفي بعض في الالتزام باللعيبه ومين يشتغل والحاجات دي، ويمكن انا شرحت الهدف اللي جه فينا في مباراه انجلترا ان كان مجموعه دفاعيه في المقدمه وعليها ليبر وهاني رمزي، ومجموعه دفاعيه في الثلاثه وعليهم ليبر وليهم جمال عبد الحميد، ودول عشان يبقى 2-1 في قفز الكوره، والكوره لسوء الحظ جت في منطقه حدود المسؤوليه بين الدفاع وبين الحارس اللي هو انت كنت موجود فيها، ودي عملت تردد بسيط قوي اخرت القفزه ثواني، ودي برضو حللناها كويس قوي. فلما بنخليها في صوره مناقشه بالتالي اقتناع كامل من اللاعبين لتنفيذها، وبالتالي ممكن لما تيجي تشرحها تقول احنا اقتنعنا بكذا وما عملناش كذا، انما ما بيبقاش فرض راي على اللاعبين.